وإلى مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وبنص التعديل على وينص التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها. التفاصيل في سياق التقرير التالي. المؤبد لكل من يحفر نفقا على الحدود أو يتقاعس عن الإبلاغ عنه، هكذا نص التعديل الأخير في قانون العقوبات الذي وافق عليه مجلس الوزراء في آخر اجتماعاته. التعديل الجديد على المادة 82 من قانون العقوبات ساوت بين من يعد أو يحفر نفقا أو ممرا تحت الأرض على الحدود ومن يستعمله في تمرير أشخاص أو معدات من وإلى البلاد بهدف التواصل مع جهات أجنبية. النص الجديد حرص على حث المواطنين على الإبلاغ عن تلك الأفعال غير المشروعة بإقرار عقوبة المؤبد لمن يعلم بوجود الأنفاق دون إخبار السلطات بذلك. تغليظ عقوبة المشاركين في حفر الأنفاق يأتي وسط استمرار القوات المسلحة في إقامة المنطقة العازلة بشمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة بعمق 1000 متر لإنهاء أزمة الأنفاق الحدودية التي استغلها الإرهابيون كثيرا لإدخال السلاح والمقاتلين لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، وهو ما ينتظر أن يكون بداية النهاية للإرهابيين في سيناء.